يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كلما ذهبت إلى المدينة هل يشرع لي أن أذهب إلى شهداء أحد وغير ذلك كالبقيع؟ وهل يشرع لي أن أصلي عند الأسطوانة؟ وهل هي موجودة الآن؟ لا أعرفها الأسطوانة، أنا لا أعرفها. وأما الذهاب إلى البقيع إذا سلمت أول مرة يكفي، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إذا سلمت أول مرة يكفي، لا تتردد عليه، ولا تتردد على البقيع، لا تتردد على الشهداء، سلم مرة واحدة ويكفي. نعم.